اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج بنتين على الهوا. زي ما عودناكم حلقتنا دايما بتكون جديده ومختلفه عن الحلقه اللي قبلها، والنهارده حلقتنا مختلفه جدا ومميزه جدا جدا، وهتقول لنا تفاصيلها كلها نرمين. ازيك يا نرمين؟ ازيك يا دينا؟ النهارده لما جيت افكر هقدم الحلقه ازاي او هقول ايه، احترت جدا لان ما لقيتش اي كلام يوصف الموهبه او الشغل اللي معانا، لان مهما اتكلم مفيش حاجه هتعبر. فقررت الصراحه مش هقدم، هخلي الكاميرا او العين هي اللي تشوف، هخليكم تشوفوا الحاجه معايا. فانا بس قبل ما نبدا في الحلقه حابه ارحب بضيفتي اللي منوراني معايا، استاذه مواد مصممه الهاند ميد. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك، شرفتينا. عايزين نعرف انت ازاي بداتي المشوار والفكره جات لك ازاي. والله وانا من زمان وانا يعني عندي الشغف وحب الاشغال اليدويه ومن صغري يعني، فلقيت فيها متعه كبيره جدا. فانا بدات يعني وانا سني صغير كنت بنفذ حاجات لنفسي وبخيط لنفسي وكده يعني، فكنت يعني تمكنت قوي من الخياطه وبدات انفذ حاجات كتير وانا في الجامعه يعني، وكان كل ما حد يشوف يقول مش ممكن يعني ان انت اللي عامله ده. وشويه شويه خدت ثقه يعني اكبر، والحمد لله اتجوزت معايا بنتين، فانا اللي بعمل لهم كل حاجه، ويعني بنفذ برضو لحبايبي وعندي احفاد بعمل لهم وحاجات كده يعني. بس انا كنت موظفه، انا مدرسه اصلا يعني شغاله في مجال التعليم، فكان مستهويني قوي الموضوع دوت، بس ما كنتش لاقيه وقت ان انا اتفرغ اكتر. بس الحمد لله انا طلعت معاش من 3 شهور، فلقيت ان انا يعني انا لقيت الناس كلها عماله تقول منتظره ان انا اعمل حاجه يعني، كله عمال يشجع فيا يقول لي لا انت شغلك جميل وعندك موهبه كبيره وكده، فلازم تعملي حاجه. فانا حسيت يعني صدى جامد في دماغي يعني ان انا لازم اعمل حاجه. فكانت اساسا انا الخياطه، فقلت ان انا مش عايزه ادخل نفسي في المجال برضو المقاسات والحوارات دي، فقلت ابدا بحاجه كده وانا هاوي اصلا حاجه البيت وديكورات البيت وكده يعني. وانا من زمان وانا بعمل المفارش في بيتي، اعمل مفارش رمضان متميزه فيها جدا بقالي سنين يعني، كل اللي كان بيجي عندي يلاقي حاجه جديده يعني، فكان بيعجب بيها. بس اول مره يعني يجي لي الجرأه ان انا اعمل حاجه، فكان طبعا التوقيت مناسب ليا جدا ان انا ابدا في حاجه تكون الناس كلها راغباها. من قد ايه مثلا كده حضرتك بداتي في المهنه دي؟ انا يعني كاحتراف يعني لا لسه يعني 3 شهور بس بدات في يعني ان انا افكر ان انا اعمل حاجه تظهر للناس يعني. طب هو شغل الهاند ميد ده كان موهبه ولا كان خبره ولا ايه؟ والله موهبه واثقلت بالخبره طبعا، انا يعني بقيت اعلم برضو نفسي وكده، ما رحتش يعني ما بيحتاجش تعليم؟ لا يعني هو تمرين اكتر يعني. بالنسبه كمان للخياطه فيعني كان الواحد بيشوف الحاجه عايزه القصه دي، اقعد الباترون الاساسي عندي فبعدل عليه وابتدي افكر وكده يعني. والخامات والحاجات دي، اختياري للخامات والالوان والحاجات دي، فكانت يعني انا كنت بشوف ان في عينين الناس ان الحاجه شداهم قوي يعني. ويعني كان لما بيحصل مناسبه عندنا او عند بناتي كانوا بينتظروا البنات لابسين ايه عشان يشوفوا يعني اخر تصميم ليا يعني او حاجه زي كده يعني. وناس كتير جدا كانت يعني رغبه ان انا اخيط لها، بس انا كنت خايفه بصراحه يعني، فكله شجعني يعني ان انا لازم اعمل حاجه، افتح اتيليه اعمل حاجه. فحاسه موضوع الاتيليه ده لسه كبير عليا يعني شويه، فقلت ابدا في الحاجه دي. فالحمد لله لقيت حاجات حلوه جدا ما شاء الله ومتنوعه يعني، مش هتبقى نمط واحد لا كده يعني متشكل. طب ايه المشاكل اللي واجهت حضرتك في الهاند ميد؟ والله عشان انا مسؤوله وليا بيت واولاد والبيت يعني بيت عيله وكده، فانا كنت خايفه ان انا يعني اجي على بيتي يعني وكده، فدي كانت العقبه الوحيده. بس الحمد لله توفقت وهم كلهم ساعدوني يعني بصراحه، كلهم يعني ولادي واهلي واصدقائي وكده يعني، اللي بيقدر على حاجه بيعملها وخصوصا في البيت يعني الحمد لله. طب قولي لنا ايه الحاجه اللي انت بتعمليها كده بتبقي مبسوطه قوي بيها وانت بتعمليها وانت بتصمميها؟ بصي انا بحب ايه اكتر حاجه بتحبي تقعدي تعمليها؟ انا شايفه ما شاء الله معانا حاجات تحفه يعني. انا اكتر حاجه بصراحه مبهوره الشغل ده بصراحه. ده ايه ده؟ الشغل التفريغ دوت، لان ده انت عارفه القماش دوت يعني، انا كنت الاول بعمل المفارش دي ده مفرش صح؟ ده مفرش قماش على بعضه واركب له دانتيل او اركب له حاجه، لكن انا دلوقتي ابتكرت الموضوع دوت، فلقيت ان في متعه جامده قوي ان انا بقى اشوف القماش واطلع كل وحده لوحدها. حلو جدا. كل وحده لوحدها وبتتشطب يعني، احاول اخليها شكلها نظيف والحاجات دي كلها بتبقى موجوده يعني الابيض ده بيبقى لوحده والرسومات لوحدها ودي وحدات بتتركب.
تمام. فبركبها واقعد بقى احط طب دي احلى طب دي طب مش عارف يعني ايه. دي اكتر حاجه بتعجبك جدا؟ دي اكتر حاجه بتمتعني بصراحه. ان انا اركب وتركيب الالوان بحبه جدا. طب في ناس بتطلب بقى تصميمات معينه حضرتك تصممها لها ولا هما بيختاروا من الكوليكشن؟ والله انا شايفه ان الناس بتختار من الكوليكشن لان انا نوعت بصراحه يعني عشان ارضي كل الاذواق. بس مفيش مشكله لو في حد بيطلب لون مثلا شكل رسمه في دماغه يعني. انا شايفه حاجه رمضان الاحمر اكتر حاجه انا نفذت الاحمر دوت فحاسه ان هو يعني اكتر حد اكتر حاجه لايقه شغل رمضان. طب ايه اللي في شغل الهاند ميد متعب؟ ايه اكتر حاجه بتبقى متعبه في الشغل معاكي بتاخد منك وقت والله كتير؟ والله الشغل متعب بس ممتع يعني. اكيد هو شغل الهاند ميد كله ممتع طبعا يعني. قعده المكنه بتبقى فيها يعني برده شويه ارهاق شويه بس يعني بحاول اظبط وقتي يعني. طب بتاخدي وقت قد ايه في الشغل؟ لا يعني هو على حسب الشغل. هو اكتر حاجه بتاخد مني وقت اللي هو القصقصه دي ان انا اقعد بقى افكر واطلع كل وحده لوحدها ودي هتيجي مع دي وكده يعني. فده اكتر حاجه بتاخد وقت يعني. وان انا اركبه على القماش وكده. بعد كده بيبتدي بقى مرحله التنفيذ على المكنه. فده يعني الحمد لله انا متمرسه عليها يعني بس يعني تحتاج دقه شويه. طب بالنسبه للشموع انا شايفه فيها حاجات يعني طبيعيه زي القرفه والقهوه وكده حضرتك بتعمليها ازاي او ايه فكرتها؟ والله بصي هو مجال الشموع ده انا اول مره اخوضه. الموضوع استهواني جدا بس هو حلو قوي. انا شايفاه ان هو اسعاره عاليه جدا فانا يعني وشفت حاجات معموله بالايد فطب ليه؟ طب ما احنا بنعمل كل حاجه احنا بنعملها ليه ما نعملهاش؟ جربت استهواني الموضوع فبدات اتفرج على فيديوهات كتير وادخل على ناس بيعلموا كده واسال وكده. بس كانت واجهتني عقبه في ان انا اجيب الخامات منين. والاستنباط اللي بتحط فيها الشمع بتصب فيها الشمع وحاجات كده وفي بقى مصطلحات وحاجات كده ما كنتش فاهماها يعني. بدات اتفرج اكتر وكده الموضوع ده يعني شهور بسيطه يعني. فحسيت ان انا لا ممكن ادي فيه وابدع فيه وعندي افكار كتير قوي. لا حسيت بانفجار كده للافكار في موضوع الشمع ده. بس بسيطه يطلع الشغل كده حاجه حلوه جدا. الحمد لله يعني الشموع برضو بزينها بشكل معين يعني. وبالنسبه للحاجات اللي حضرتك سالتي فيها بالنسبه لدقيقه الولاد حواليا يقولوا لي ماما اعملي بالاطعام لان احنا داخلين على رمضان ما شاء الله. انت بقى مجهزه بقى حاجات شغل رمضان وكده يعني؟ عملت مشروبات رمضان. طب كلمينا على الحاجات اللي انت عاملاها يعني عامله ايه؟ ورينا الحاجات لو في معاكي دلوقتي. هو رمضان طبعا واخد اهتمام اكتر الفتره دي. انا عملت الحاجات دي على عيد الحب اللي هو الشموع دي. الشموع اللي هي الشموع دي يعني وريها لنا كده. طب احنا ممكن برضو نعرض الصور؟ الصور ماشي مفيش مشكله. في صور في بدات على عيد الحب بصراحه. قلت يعني انا عندي انا لما بدات كان في شهر واحد كده قلت طب ما انا عندي مواسم جايه ممكن انظم نفسي بقى ان انا اعمل كل موسم حاجه. وحسيت ان مجال الشمع ده كل المواسم داخلاه. واحنا يعني دي حاجه احنا مش انت عامله برضو في المفارش برضو؟ عامله مفارش عامله مفارش برضو لرمضان صح؟ عامله مفارش لرمضان وفي حاجات بجهزها للعيد بقى ان شاء الله. وما شاء الله المصليات يعني حاجه المصليات دي بقى بتبهر الواحد يعني. انا موضوع كورونا برضو والحاجات دي هو اللي خلاني الصراحه فكرت في موضوع المصليات. ملينا بقى مصليات المنسوجات والحاجات دي. فانا قلت ليه يعني ما استغلش ان قدرتي على ان انا ممكن اصمم حاجه كويسه وادخل فيها ذوق مثلا يناسب البيت مع خامه شيك ناعمه كده مثلا تبقى تناسب الام. حلو جدا. وده اللي خلاني برضو فكرت ان يعني قلت بقى عيد الحب عيد الام رمضان العيد العيد الكبير وبدات ادخل برضو ان شاء الله في شم النسيم وحاجات كده في حاجات كتير يعني ان شاء الله. ما شاء الله فاللي جاي خير باذن الله. حسيت ان الموضوع يعني حلو ولذيذ يعني. بالنسبه للمصليات طبعا انا بختار الخامات اللي هي بتناسب اي بيت يعني ممكن احطها بقى يعني. بالنسبه للستات اكتر بتحب التفاصيل دي ان هي ممكن تجيب مصليه على لون الصالون على لون الانتري. ايوه فعلا فانا شكلت على الستاير الحاجات دي فانا اخترت من خامات الصالون عشان يبقى اشيك يعني. وبعدين برضو في نفس الوقت ممكن تبقى هدايا في كتب كتاب في حاجات كده يعني. في ناس بتوزع بومبونيرات والحاجات دي. طب احنا معانا الصور دلوقتي على الشاشه. اتفضلي. دي الوان المصليات اللي ممكن يعني نختار منها. وفي في السكه برضو يعني انا دي سبح ما شاء الله. وفقت المصليه مع السبحه مع المصحف. حلوه قوي. انا مجهزه العلب المصليه مع المصحف مع السبحه. والمصاحف يعني برضو متاحه لو حد عايز مصحف نفس اللون متاح يعني. فانا حبيت ابين شكل الهديه على اساس ان في ناس هتشوف مصليه مش هتاخدها ازاي طب اعمل ايه.
لماما لحماتي مش عارف ايه، يعني حبيت ان انا احط حاجه تسهل على الناس اختيار الهديه. انت يعني في حد بيساعدك في الشغل ولا انت بتشتغلي؟ يعني بصي هو انا بصمم كل حاجه، بس طبعا مساعدتهم ليا ان هم بيقولوا لي اراء وكده يعني، يعني هم بيساعدوا طبعا في المشاوير في الحاجات دي في التشجيع. كل طب ايه اصعب تصميم يعني ضايقك في الشغل التصميمات دي؟ هو يعني مش بيضايق قد ما انه بيحتاج مجهود او تفضيل ذهني شويه، ان انا عايزه ابقى متفرغه ذهنيا عشان اقدر انتج القطعه دي كويسه. اللي هو اكتر حاجه خدت مني وقت ومجهود بصراحه وطلع جميل المفرش الاحمر ده، انا حبيت اعرضه يعني عشان برضو يدي لا هو ما شاء الله مدي اساسا جمال للاستوديو، هو يعني اكتر فكره حازت قبول الناس يعني. ما شاء الله ما شاء الله. وفي افكار كتير يعني منهم برضو نفس الفكره، يعني ممكن نشوف حاجه زي كده. ورينا دي برضو، يعني ده متنفذ وحدات صغيره وانا ركبتهم على بعض عشان اطلع وحده كبيره، يعني مثلا دي واحده ودي واحده ودي واحده ودي واحده. انا شبكت يعني كل اذا انت انا فاكراها رسمه جايبين من الرسمه الخيامي، يعني انا واخده دي القطعه دي كانت في النص وحواليها الحاجات دي. عملتي منها اربعه؟ طب ممكن تورها لنا كده بس ترفعيها للكاميرا عشان الكاميرا والزوايا طبعا بتاعتها. فده واخد برضو مجهود لانه متقطع اربع قطع ومتشبكين في بعض، واخد حلوة جدا. حلوة جدا جدا هي شكلها فعلا قطعة واحدة من كتر ما هي معمولة وكل ده حلوة يعني. طب هو ايه بقى اللي بيميزك في ظل ان دلوقتي شغل الهاند ميد بقى كتير جدا؟ ايه اللي بيميزك عن غيرك؟ والله بصي انا بحب اشوف الجديد، يعني انا لما بلاقي حاجة معمولة ما بحاولش اكررها. يعني حتى في الشموع لقيت ناس عامله حاجات كتير جدا، فانا حبيت اعمل حاجه مميزه. طب دي حاجه حلوه ان انت اساسا ما بتقلديش حد. لا مش ما بحبش التقليد يعني، وحتى لو حبيت لو حسيت ان الفكره اتهرست وناس كتير بتعملها ببعد عنها، بحاول ابتكر حاجه جديده. طب دي حاجه حلوه. طب ممكن تفرجينا على مصليه من المصليات؟ ممكن الزرقاء دي او كده؟ ممكن تورينا التغليف؟ فكنا ارفعي فوق ورينا بس الحكايه. السبحه برضو بنقي حاجه يعني مناسبه للون. ممكن بس ترفعيها كده عشان الكاميرا تجيبها. ما شاء الله الخامه وبعدين ايوه معلش بس ثبتيها واحده. ما شاء الله بصي الخامه حلوه جدا والسبحه حلوه جدا معاها برضو. وبعدين ده انا يعني خلاص السبحه في قصه ثانيه برضو اللي هي الستايل العثماني، انا دي برضو لسه جديده يعني. دي حاجه تانية مختلفه. دي قصه تانية نفس الفكره بس يعني، وفي حاجات تانية لسه مقصوصه. حلو قوي الشكل ده ما شاء الله. لا دي حلو نثبته كده بس ما شاء الله. لا حلو جدا تاخد مجهود في القص وبعدين عشان اركب واجيب الكيرفات دي وتظبط مع الفرنشه دي برضو. عايزه برضو هي يعني القماش بيبقى كده ولا انت بيبقى شكله كده؟ هو القماش كده. وانت بتركبي الحاجات اللي فيها؟ انا بختار القماش برضو اختيار القماش برضو يعني ليه طريقه يعني. مش اي حاجه يعني، لان البوكيه مثلا يناسب شكل اسلامي شويه البوكيه دي ستايل. طب بالنسبه لاختيار الالوان بتختاريها على حسب ايه او بالنسبه لايه؟ والله بختار بقى على حسب اللي موجود في السوق يعني. انا مثلا ناس متجوزه جديد فرشه على مثلا جراي، بجيب جراي الابيض مثلا مع الفرش مودرن مع الحاجات الكلاسيك الكوفي والحاجات دي على حسب الوان الموضه يعني. ما على حسب الموضه واللي ماشي في الموبيليا والحاجات دي. هي ايه يعني اكتر حاجه بيجي لك عليها طلبات؟ المفارش والمصليات بصراحه. المصليات لا تحفه ما شاء الله. وكمان يعني انا لسه يعني ناس لا ستايل ان هو انا ما شفتوش اساسا في حته قبل كده. لا والناس بتطلبها يعني عشان كمان الوقت المناسب ليها لعيد الام. فعلا ما هي لا هي شكلها هدايا اصلا لعيد بفكر يعني هي كمان شكل اللفه والتغليف لا حلو جدا. المره الجايه بقى ان شاء الله هعمل فيها حبه ملبس او حاجه كده على اساس ان ممكن تتاخد في كتب كتاب. طب ده حلو حلو قوي الفكره دي والله. والصراحه انا طب ما تقوليش بقى لحسن تتاخد الافكار. يعني انا بدات في بالمصليات قلت يعني حاجه كده عشان ربنا يوفقني يعني باذن الله. ان شاء الله ربنا يوفقك ان شاء الله باذن الله. بدايه خير يعني ان شاء الله. فبدات بالمصليات والسبح بصراحه. حضرتك بتفكري بقى مثلا في الشغل ده تدي فيه كورسات تعلمي الناس مثلا لو عايزه تبدا مشروع والله جديد او كده؟ والله يعني ان شاء الله انا بحب كده لان انا بحب اما بتعلم حاجه بعلمها. بما اني مهنتي بتحكم عليا لان انا كنت فعلا ايام شغلي كنت بعمل زي انشطه صيفيه للطلبه. وبعلم فيها الحاجات دي بقى وردات الستان والحاجات البسيطه للاطفال وكده يعني.
فكنت يعني ناجحه قوي في الموضوع دوت. والحمد لله عندي قدره على العطاء، طول ما انا ناس كتير ان شاء ربنا الله يعطيني الصحه هدي يعني ان شاء بإذن الله باذن الله. ومش كورسات بمعنى البيزنس يعني ان شاء الله. ان شاء الله انا ممكن اجمع حد من اصدقائي وكده ونتعلم حاجه، ايه المشكله يعني. طب لو هتقولي سبب واحد في نجاحك ايه هو؟ وقفت اهلي جنبي طبعا. طبعا اي حد اهله بياخده، اولادي وزوجي وعيلتي الكبيره كلها، اخواتي وعمي ربنا يخليهم لك كلهم يعني الحمد لله. وطبعا اصدقائي لان هم كانوا مصرين ان انا لازم. طب وجه لهم كلمه بقى. والله انا بشكرهم جدا جدا ان هم فكروا في فيا، ان انا يعني فجروا الطاقه اللي عندي ان انا اقدر اعمل حاجه. لان شفت حتى اصدقائي في شغلي كانوا يعني حفله المعاش عملوها لي، لا احنا منتظرينك في حاجه جديده، احنا منتظرينك لتعملي حاجه، شوفي انت ايه اللي عايزاه واحنا هنعمل معاكي وكده. فكان التشجيع بصراحه من اهلي، عمي يعني برضو شجعني كتير جدا يعني، هو بعد ابويا فهو طبعا يعني ربنا يخليكم لبعض الحمد لله يعني. اخواتي كلهم واولاد اخواتي كل اللي حواليا شجعوني يعني، يوم حفله عيد المعاش دي كلهم جايين يعني، انا اتخضيت بصراحه. كله لا لازم تعملي حاجه، انت لسه ما شاء الله ولسه عندك القدره، لا ما شاء الله الشغل تحفه يعني، ما فيش حد بيقدر يطلع يعني كده. انا قعدت كتير افكر في الموضوع بصراحه بس ما خدتش وقت، قلت لا يعني هي الناس شايفه فيا حاجه لازم اطلعها. طب ايه المشاكل مثلا اللي واجهت حضرتك في شغل الاونلاين وفي المصداقيه بتاعه الحاجه؟ يعني في ناس بقى بتدخل تهزر، وممكن بقى طب حطي شغلك عشان نشوف مش عارف ايه، وبص الاقي الافكار بقى يعني في ناس كده يعني. فيعني مش الحال بتتعايش يعني. طيب كويس. طب بتشجعي الناس تشتغل اونلاين وتبيع منتجاتها ولا انت مش مع فكره لا الاونلاين؟ لا فكره ناجحه برضو يعني مع الاونلاين طبعا الحمد لله يعني. يعني الاونلاين يعني فكره بحب الجديد. ما بقفش عند حاجه لان انا اصلا اوريدي احنا عندنا محل بنعرض فيه حاجات، بس يعني الاونلاين احسن من المحلات او كده لوحدي. يعني بيبقى مجال مفتوح اكتر كتير الاونلاين صح. طبعا بعد الكورونا كمان اكتر، لان احنا كلنا اشترينا كل حاجتنا واحنا في البيت، فده فتح يعني مجال كتير كبير جدا للناس تشتغل الاونلاين. طب بالنسبه لتغليف المصليات حلو جدا، حضرتك اللي عاملاه ولا ده جاهز؟ لا طبعا انا تعبت كتير على ما جبت العلب دي بصراحه، فلقيتها يعني عايزه حاجه شفافه تبين بصراحه. لقيت علب كرتون واللي هي ليها فتحه من كده بس مش مبينه جمال اللون والشكل وكده، وحابه ان انا تيجي والستان اللي حاجه فيها انوثه كده شويه لعيد الام يعني بالذات. انا عامله الوان للاب على فكره برضه، ما تنسوش يعني. يعني ممكن الغوامق، عامله حاجات غوامق على اسود على كحلي على ازرق. الحاجات دي مش شرط للام يعني برضه. ايوه يعني فحسيت. طب كويس ما نسيناش. لا طبعا هم الخير والبركه. طب يعني لقيت ان الفكره والله حازت قبول يعني، ما اعرفش ازاي مع انها فكره بسيطه يعني، بس الحمد لله حلوه يعني جدا تسلم ايديك، كان فيها ذوق يعني. طب مش ناويه تفتحي جاليري ولا مكتفيه بس بشغل والله الفتره الجايه دي مع التشجيع ده يعني كان لازم اعمل احط حاجتي في مكان يعني. يعني هتفتحي جاليري ان شاء الله باذن الله؟ ان شاء الله. طب لا لازم بجد ان شاء الله، احنا ان شاء الله هنكون اول ناس عندك باذن الله. ان شاء الله قريب باذن الله. ان شاء الله لو فعلا الشغل لازم يتعرض في جاليري ان شاء الله. يعني مش كفايه ان انا ابقى في البيت، لا ممكن افتح مجال لنفسي اكتر. وبفكر في حاجه برضو يعني يا ريت الناس تساعدني فيها، لان انا مش هقدر اعمل كل حاجه. انا بحب الفن عامه، بحب الفنون جميعها يعني. لوحات ممكن مثلا، ديكوباج، الحاجات دي كلها. فانا عندي فكره ان انا ممكن لو فتحت جاليري ادي مجال للولاد الشباب الصغير ان هو ممكن لو عايز مكان يعرض يعني فيه. يعني هتعملي جاليري شامل بالهاند ميد كله، بكل الهاند ميد، واللي عايز يعرض حاجه يجيبها. طب ده حلو قوي. ده حلو جدا فكره يعني لسه ان شاء الله باذن الله تنفذيها مع الجو اللي انا عايشاه ده، فكرت فيها يعني ان شاء الله باذن الله. يا رب يوفقني ان شاء الله. والله الفكره اصلا انا الحمد لله انا مش محتاجه ان انا اشتغل ولا كده، بس ان انا اساعد الشباب لان احنا في شغل، احنا بس نتحرك يعني نعمل حاجه ان شاء الله في شغل ونفتح مجالات جديده يعني ان شاء الله. طب لو حد بيفكر يتعلم الهاند ميد حضرتك بتنصحيه بايه؟ اشتغل فيه حاجه يبقى يعني كل حاجه وليها تكنيك يعني. مثلا لو انا عايزه ابدا بالخياطه فلازم على الاقل اقدر امسك المقص، امسك ابره وفتله يعني، يبقى عندي برضو وجهه النظر. لازم يكون في شويه هوايه يعني. طبعا يعني ما ينفعش يكون موهبه بس ولا
بصي مفيش حد مش موهوب، كلنا موهوبين في حاجه، بس احنا بنكتشف نفسنا. والله يعني لازم يكون في حد عنده حاجه، لان ده ربنا سبحانه وتعالى خلقنا كده. انت هتدوري كده وتجربي فجاه لقيتي. لازم اجرب كل حاجه يعني. انا عن نفسي جربت حاجات كتير جدا يعني، في حاجات حبيتها وحاجات لا، في حاجات ابدعت فيها، وفي حاجات لسه انا عايزه، عندي شغف ان انا اعمل حاجات كتير. مستنيين ان شاء الله الشغل الجديد. ان شاء الله باذن الله نعرضه باذن الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. لا بس انت ازاي بقى قدرتي توفقي ما بين الشغل وما بين البيت؟ بصي هو انا يعني اما كنت بشتغل فكان صعب شويه، لان انا مواعيد وبيت واولاد، والحمد لله انا معايا 3 اولاد، فيعني الحمد لله. هم لما كبروا بقى بدات شويه انتبه للموضوع ده، اعلم نفسي. بعدين لما اتعلمت برضو الميديا، دخلت على الفيسبوك وكده، بدات يعني ان انا افتح لنفسي مجال شويه، فالموضوع يعني كبر معايا. بس الشغل ما عطلنيش يعني، بالعكس انا كانوا ما بلبس حاجه انا عاملاها، فاصحابي كانوا يقولوا لي مثلا دي شيك جدا، دي جميله قوي. وكنت الاقي زمايلي مثلا يقولوا لي طب انا عندي حاجه عايزه اخد رايك فيها، طب مش عارف ايه كده، طب هجيب حاجه وتقصها لنا وانا هشطب، مفيش مشكله. حد من صحابي مثلا عايز باترون اساعده، اديها باترون، قصي على دي، بصي دي واسع عليا، انت تاخدي من هنا كذا من هنا كذا. فكنت بساعد يعني، فالموضوع كان عندي يعني، مش ان انا لسه كده. فان شاء الله ما فيش حاجه يعني، كله متاح يعني باذن الله. بجد حضرتك نورتينا جدا، شرفنا بيكي جدا جدا، انبسطنا بالحلقه. شكرا لك بالحاجه الجميله اللي حضرتك عاملاها، ومستنيين الجديد ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله بقى مشروبات رمضان عندي ان شاء الله، قمر الدين وال ان شاء الله باذن الله في حلقات ثانيه بقى، ان شاء الله والجديد باذن الله، وفي كاكاو وفانيليا وكل المشروبات ان شاء الله. باذن الله. وعندي كمان اللي عملت العود والعنبر والمسك عشان نستحضر بقى ريحه الكعبه، بما اننا احنا ما فيش عمرات السنه دي. احنا للاسف وقت حلقتنا خلص، بنشكرك جدا على وجودك معانا. للاسف حلقتنا خلصت، وان شاء الله استنونا في حلقات تانية كتير تكون جديده ومختلفه ومميزه زي حلقتنا النهارده. استنونا الاسبوع الجاي ان شاء الله، اشوفكم على خير.